هذا وأكد عدد من نواب مجلس الشيوخ في لقاء خاص للتلفزيون المصري أن الدولة لديها استراتيجية للتعامل مع المصريين بالخارج وتعميق التواصل معهم وتذليل مشاكلهم. الحقيقة أن الموضوع المناقشة العامة حول الجهود اللي بتبذلها الدولة لتذليل العقبات اللي بتواجه المصريين في الخارج وكيفية الاستفادة منهم في نفس الوقت مهمة للغاية، لأن الحقيقة أن وجود أكثر من 11 مليون مصري بالخارج يعتبر ثروة لمصر وأمن قومي لنا، وبالتالي دمجهم سواء كان من الجيل الثاني والثالث أمر في غاية الأهمية ومدرج على أجندة الدولة وعلى استراتيجية وزارة الهجرة والمصريين بالخارج. كانت أهم المناقشات ركزت في التعامل والاتصال مع المصريين بالخارج لكونهم من أهم القوى العاملة المصرية، وهما يعتبروا بمثابة أمن قومي للمصريين بالخارج. أهم ما جاء بالمناقشات هو كيفية استثمار مدخرات العاملين بالخارج، المصريين في الخارج، وكيفية تفعيل دورهم في الاقتصاد المصري، كيفية الاهتمام بشؤونهم في دول المهجر اللي موجودين فيها، تحسين الخدمات المقدمة إليهم. دي كلها موضوع حيوية وبتهم حوالي 10% من سكان مصر، يعني نتكلم تقديرات بتقول من 12 ل 14 مليون مصري خارج مصر بصفة إما دايمة أو مؤقتة، فبالتالي طبعا يعني موضوع له شريحة كبيرة من المهتمين بيه.